اتخذت امنيتك بالشهادة، ونحن ماضون على هذا الطريق لا نحيد عنه الا ان تتحقق احدى الحسنيين. خلي صور الشهادة. اطمئن اطمئن اننا على العهد سنمضي في هذا الطريق، طريق الحسين، طريق ذات شوكة، طريق الصالحين، طريق المؤمنين، طريق الشهيد الصدر الأول والشهيد الصدر الثاني والشهيد الحكيم وكل من وضع قدمه في هذا الطريق. نحن على العهد أبدا لا نتردد، لا نحيد، لا نخضع لأي ضغوط مهما كانت. طريقكم لقد تحققت أمنيتكم في الشهادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا التوفيق في السير في هذا الطريق ونمضي حتى تتحقق أحد الحسنين. أطمئن سيكون ثمن دمك الطاهر هو خروج القوات الأمريكية من العراق وإلى الأبد، وتتحقق السيادة الوطنية الكاملة. أطمئن أبا مهدي العزيز، أطمئن أيها الأخ ورفيق الدرب الذين مضينا أكثر من 30 عاما، أكثر من 40 عاما مضينا سوية في هذا الطريق. ثار الجهاد ثار، سبحانه وتعالى أعطاك هذه المنزلة العظيمة، منزلة أنك شهيد الإسلام الكبير، وأنك تحققت لك هذه الأمنية. أبا مهدي اشفع لنا في يوم القيامة، أبو مهدي ادعو لنا أن يثبتنا الله في هذا الطريق إن شاء الله على العهد، وإن شاء الله سنستمر في هذا الطريق. حجي صار حجي، دير بالك دير بالك، ما لخص دير بالك. ورفيق الدرب الطويل، سنمضي معك في هذا الطريق وسنستمر على طريقك. اطمئن ان الرايه سنحملها كما حملتها انت والذين من قبلك، ان شاء الله ماضون في هذا الطريق. نسال الله ان يثبتنا في هذا الطريق. سوره الفاتحه الى ارواح الشهداء جميعا، وخصوصا الى روح الشهيد العزيز والاخ الكبير ابو مهدي المهندس. صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. عجل راح تنكسر خشبه.